تحياتي مشاهدينا. اكتشاف الغاز شرقي المتوسط قبل سنوات يرسم خط المواجهات بين جيران المياه الدافئة بعد توقف المفاوضات واستئناف تركيا أنشطتها أثر ما عدته أنقرة تحايلا يونانيا بعقد اتفاق مع مصر. كيف سيتطور هذا النزاع التركي اليوناني على شواطئ المتوسط؟ وهل هو فعلا نزاع ثنائي فقط؟ هل سيتمكن حلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي من الوصول بهما في نزاعهما التاريخي إلى خط التوافق؟ هذا ما سنتحدث به الليلة في الخبر بقية. أهلا بكم. يزداد التوتر شرقي المتوسط. تركيا عوضت أنشطتها هناك، وأوروتش ريس أبحرت لتستأنف مسحها الزلزالي بعد توقف لإفساح المجال لوساطة ألمانية. أثينا في البداية وافقت على التفاوض، ومن ثم فاجأت كل من أنقرة وبرلين بعقدها اتفاقا مع مصر تحت اسم اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية، وهو ما عده الرئيس التركي اتفاقا أشبه بالعدم. التوتر عاد وحضر شرقي المتوسط، تبدو الأيدي كلها على الزناد. بالتوازي مع ذلك هناك دعوات لحل بالحوار والتفاوض، فما أفق هذه الدعوات وما هي السيناريوهات المتوقعة؟ نبحث في ذلك بعد التقرير. جميلة إطلالة المتوسط لرأيه وشهية مرافئه للمتنافسين فيه. نيران صراعهم على باطنه تكاد تحرق زرقته، وقد تبدت خيراته لأعين مستكشف حقول غاز ضخمة شرقه قبل سنوات. عروج ريس، السفينة التركية للمسح الزلزالي تبحر نحو سواحل أنطاليا بين جزيرتي كريت جنوب اليونان وقبرص، مسنودة بخمس سفن حربية. غير بعيد عنها تراقب سفن حربية يونانية التحرك التركي. تماس بحري صعب قرب سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية. على شطآنها تنازع تركي يوناني على الحقوق البحرية فيها. تصر تركيا على إصدار تراخيص للتنقيب والحفر في مناطق جديدة هناك نهاية الشهر الحالي، يقول وزير خارجيتها. سفننا بدأت بالتحرك من جديد في شرق المتوسط، وسنواصل كل أشكال عمليات التنقيب هناك، وفي أواخر الشهر الجاري سنبدأ أعمال تنقيب جديدة في مناطق حددناها في البحر الأبيض المتوسط، وسنستمر في كل أعمال التنقيب، وسنواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح تركيا وجزيرة قبرص التركية. يشد على كلامه وزير الدفاع خلوص أكار، فقد اتخذت التدابير اللازمة كافة للدفاع عن حقوق تركيا ومصالحها شرقي المتوسط. لا يخلو الأمر من إفساح مجال للدبلوماسية والتفاوض. الرئيس أردوغان دعا إلى اجتماع تحضره كل الدول المطلة على البحر المتوسط لإيجاد صيغة يقبلها الجميع بخصوص الموارد النفطية. لا يتلقف أي طرف الدعوة التركية. تنقيبها منذ سنوات قبالة قبرص أثار استياء غالبية دول المنطقة والاتحاد الأوروبي. هي في نظرهم أنشطة غير قانونية، لكن تركيا تقول إنها في نطاق الجرف القاري لها شرق المتوسط. تستنجد اليونان بالاتحاد الأوروبي. مكتب رئيس الوزراء أعلن أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل بشأن تركيا. رئيس الوزراء اليوناني عقد اجتماعا مع القيادات العسكرية في بلاده، وتحدث مع رئيس المجلس الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي بشأن القضية. خارجية الاتحاد الأوروبي عدت تصرفات تركيا مثيرة جدا للقلق ومقدمة لمزيد من العداوة وانعدام الثقة، داعية إلى تسوية المسألة طبقا للقانون الدولي. على مراسي ذلك القانون علقت أنقرة تنقيبها في المتوسط لامتصاص أي توتر مع أثينا وسعيا للتحاور مع اليونان، يقول الناطق باسم الرئيس التركي. لكن هذا التعاقد في العاصمة المصرية القاهرة فسرته تركيا بسوء النوايا، وعزمت ألا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان لأنها تدخل ضمن الجرف القاري لتركيا، وأبلغت الأمم المتحدة بذلك. صراع الأقوياء على درر البحار قد ينسي العالم بشرره ما طفى على اليابسة من حروب. وينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب من الدوحة إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة، وأيضا من اسطنبول الدكتور برهان كوروغلو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بن خلدون
ومن أثينا الدكتور عارف عبيد أستاذ العلوم السياسية لدى جامعة بانتيون في أثينا. تحياتي ضيوفي الكرام. ودكتور برهان كوروغلو، دعني أبدأ معك. ليس فقط أنقرة استأنفت أنشطتها شرقي المتوسط، بل كما سمعنا من تشاوش أغلو وزير الخارجية التركي بأنها ستبدأ التنقيب والبحث في مناطق جديدة. إلى أين ستمضي تركيا في هذا، وخاصة أنه سيعد استفزاز سواء من طرف اليونان أو حتى من طرف الاتحاد الأوروبي؟ طبعا تركيا أصلا قدمت فرصة لليونان من أجل الحل السلمي لهذه القضية، وطلب يعني حتى الطرف اليوناني كان قبل هذا الطرح التركي لأجل استئناف المحادثات أو في الطاولة، ولكن سرعان ما طبعا تصرف اليونان بشكل غير قانوني بالنسبة للقانون الدولي ولا للأعراف الدولية، أن عمل اتفاقية مع مصر الذي أصلا تقطع هذه الاتفاقية التي كان تم بين تركيا وليبيا فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية المنحصرة. إذن يعني هناك أصلا موقف إعدائي، وكذلك يعني طرف اليوناني يعتبر هذه الجزر الصغيرة أنه جزء كأنها يعني دول كبيرة، ويمكن أن تدعي بي بعض الصلاحيات داخل المياه الجوفية التركية وداخل كذلك المنطقة الاقتصادية المنحصرة. لذلك هذا النزاع لم يؤخذ بطرف اليونان بشكل جدي، بالعكس يعني حاول أن يلتف حول القضية. لذلك تركيا طبعا ضمن خططها المسبقة الآن أعلن هذه المنطقة كلها منطقة البحث عن تنقيب المياه، وهذه كلها تدخل مناطق التي تحت يعني تحت سيطرة تركيا، المناطق المياه الجوفية. نعم دكتور برهان، كلام المسؤولين الأتراك كان واضحا من أعلى الهرم السياسي، مرورا بفؤاد أكتاي وإبراهيم كالين وأيضا خلوسي أكار وزير الدفاع التركي، حماية الوطن الأزرق كما تحدث تحديدا خلوسي أكار، وأيضا يعني لوحظ بأن الأنشطة أنشطة الاستئناف التركية ترافقت مع تدريبات عسكرية، فهل هذا يعني أن أنقرة يعني أيضا ترسل رسالة بأنها مستعدة لمواجهة عسكرية؟ يعني أولا طبعا أنا استبعد أن يكون هناك مواجهة عسكرية يعني في نطاق كبير، يمكن يكون هناك أزمة، ولكن قد يكون هناك طبعا وجود القوة العسكرية لتركيا مهم في المنطقة للدفاع عن حقوقها، ولكن طبعا أنا لا أظن أن الطرف اليوناني يمكن أن يتجرأ إلى أن تكون هناك مواجهة عسكرية بين البلدين. أكيد سيكون هناك مجال من طرف الاتحاد الأوروبي، طبعا الاتحاد الأوروبي كذلك يعني ليس عندهم ثنائية. سنعود للاتحاد الأوروبي دكتور برهان كوروغلو إن سمحت لي، ولكن دعنا نفصل أكثر في اليونان. دكتور عارف، اليونان لن تقدر على مواجهة عسكرية، ولكن اليونان كما يقرأ البعض ما تقوم به أنها تستقوي بالاتحاد الأوروبي، سارعت وطلبت اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. ما الذي تأمل اليونان بعد أن يعني أفشلت وساطة ألمانية في حوار تركي يوناني؟ أولا اليونان دولة تتمتع بكافة العضوية ضمن الاتحاد الأوروبي، وهذا شيء منطقي أن تلجأ اليونان لإعلام شركائها ضمن هذا الاتحاد بما يحصل في منطقة شرق المتوسط، هذا شيء يعني أكثر من طبيعي. ثانيا اليونان هي كتركيا دولة ضمن حلف الناتو، وأخبرت الناتو بذلك عما يحدث في هذه المنطقة. طورا فيما يخص بشكل عام جوهر الموضوع، هناك كانت اتفاقية بين تركيا واليونان منذ عام 1936. التغيير حدث عندما تم إقرار قانون البحار الذي يعطي حسب المادة 121 الحق للدول بأن تمد أو تعطي منطقة اقتصادية خالصها لمدة 200 ميل كالبلد القارية، وهذا ما تعترض عليه تركيا. لذلك قامت اليونان بتبني هذا القانون وقامت بإمراره من ضمن البرلمان اليوناني، وبذلك تغيرت وجهة النظر اليونانية التي لا تتفق مع تلك التركية. تركيا يعني لا تعترف بأن الجزر اليونانية لديها الحق في المنطقة الخالصة والمياه الإقليمية، هذه النقطة الأساسية بالتأكيد. لا يمكن طيب هذه النقطة دكتور عارف وغيرها من النقاط، بعد التوتر الأخير الذي شهدناه استنفار السفن البحرية اليونانية عندما تحركت سفن المسح التركية، وخرجت أنقرة بمسؤوليها قالوا لنتوقف الآن
وندع فرصة للحوار والمفاوضات مع أثينا، ولكن أثينا ذهبت وعقدت اتفاق مع القاهرة اعتبرته أنقرة تحايلا. فبداية، هل اليونان جادة في حل النقاط الخلافية أيا كانت ومن أي عام كان؟ باعتقادي بأن اليونان جادة وبشكل كبير، والدليل على ذلك هي رغبة اليونان باللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو محكمة يعني من أجل حل الخلافات مع تركيا. اليونان ترغب في حل عملية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شقر البحر الأبيض المتوسط وفي منطقة بحر إيجا ضمن المحكمة الدولية. تركيا بنفس الوقت توافق، ولكن الأجندة التركية تحاول إضافة مواضيع أخرى، منها التشكيك في حق ملكية بعض الجزر اليونانية وإضافة مواضيع أخرى بالجملة من خلال عملية اللجوء إلى المحكمة الدولية. هذا هو يعني الفرق بين البلدين. اليونان تريد فقط لموضوع واحد، تركيا الذهاب إلى أكثر من موضوع. باعتقادي هذا التوتر الذي نشهده اليوم هو شيء طبيعي، لان طبيعه العلاقات اليونانيه. سأعود اليك دكتور عارف لاناقش، ان كانت اليونان تقبل بالمحكمه الدوليه في نقطه، فلماذا لا تقبل بها في نقاط اخرى؟ ولكن اسمح لي ساجل هذه النقطه قليلا وامر على الدوحه معك استاذ ابراهيم فريحات. هل الاتفاقيات الناظمة سواء من عام 1936 كما ذكرها لنا الدكتور عارف عبيد أو القانون قانون البحار، هل واضح الآن من يدخل في سيادة من الإقليمية، من يدخل في مساحة سلطة لآخر؟ بالتأكيد هي غير واضحة إطلاقا، وعلى السبب في ذلك أن الحدود هي تتداخل والمياه الإقليمية تتداخل بين تركيا واليونان في بحر إيجي، ولا يوجد ترسيم للحدود في منطقة شرق المتوسط ما بين تركيا واليونان، وهذا مما يجعل أو مما يسبب كل هذه المشاكل. اتفاقية 36 هي الاتفاقية الوحيدة المتفق عليها ما بين تركيا واليونان. قانون البحار اللي بدأ في 1982 تركيا غير موقع عليه. يعني أتفق مع الدكتور عارف بأنه اليونان هي لجأت إلى قانون البحار الدولي، ولكن تركيا مثلها مثل دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا هي دول غير موقع على قانون البحار ولا تعترف فيه. فبالنهاية هذا لا يلزم تركيا في الموضوع. باعتقادي قانون البحار هو يعني راكم المشكلة بدل أن يحلها، على اعتبار أنه صارت منصة للخلاف بغير اتفاقية 36 التي كان متفق عليها ما بين الطرفين. باعتقادي طبعا في هناك مشكلة أخرى اللي لمح لها الدكتور عارف، هي أيضا أنه هناك جزر في شرق المتوسط بعد الحرب العالمية الثانية هي خلافية، وتركيا تعتبرها هي تاريخيا من الأراضي التركية. وبالنهاية قانون البحار الذي يعطي مياه إقليمية والمناطق الاقتصادية لهذه الجزر هو يتعدى على المناطق التركية. طيب بهذا الموضوع أستاذ، الموقف التركي معلش أستاذ أريد أن أستفسر عن عدة نقاط. إذن يعني قانون البحار بعض الدول غير موقعة عليه منها تركيا وهي طرف من أطراف النزاع، أيضا هناك مياه متداخلة بين اليونان وتركيا. هنا أستفسر عن قانونية أي اتفاق رغم أنه غير واضح المعالم حتى اللحظة بين اليونان ومصر في تلك المناطق. هي نفس القضية المنطق الذي يعني تم الحديث فيه بالاتفاقية ما بين تركيا وليبيا أيضا. فهي دول ثنائية تقوم بترسيم الحدود فيما بينها. أردوغان صرح بأن هذا الاتفاق ترسيم الحدود بين تركيا ومصر هو لا قيمة له، وكذلك الترسيم الحدود ما بين تركيا وليبيا لا تعترف في اليونان بنفس المنطق. فإذا هذه قضايا خلافية وبحاجة يعني كما ذكرنا في السابق أنه بحاجة إلى إما تحكيم دولي أو قضايا أخرى أو بالحوار، وهو هذا يعني النقطة المهمة هنا الذي يجب أن نتحدث عنها، أن هذه القضايا تحل بالحوار ولا يوجد نصوص قانونية واضحة فيها. وكان هناك وساطة أوروبية تحديد ألمانية تحديدا أنجيلا ميركل، وطلبت اللي هو بتوقف تركيا عن البحث في المنطقة منطقة الجرف التي تسميها الجرف القاري، ولكن فوجئت بأنه توقع الاتفاقية مع ترسيم الحدود مع مصر
والموقف الغريب هو أن مصر هي تاريخيا ترفض ترسيم الحدود مع كلا الطرفين، مع تركيا ومع اليونان، على اعتبار أن هناك مناطق خلافية كبيرة ولا تريد أن تتحيز لدولة مقابل الأخرى. أستاذ إبراهيم، سأخذ من كلامك بأن هذه المسألة كلها تحل إما بالحوار أو التحكيم الدولي. إن بدأنا بالحوار، وأعود إليك برهان كوروغلو، دكتور، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إلى اجتماع لكل الدول المطلة على البحر المتوسط للتوصل إلى اتفاقية ما تنظم هذه المسألة، ولكن يعني مصر لا تتحدث مع أنقرة، وأيضا هناك يعني خلافات عدة في هذا الأمر، وعلى حد علمي لحد اللحظة لم يستجب أي من الدول إلى هذه الدعوة. أولا تعليقك على هذه النقطة، لماذا لم يستجيب؟ يعني طبعا هناك اعتبارات سياسية بالنسبة لمثل موقف مصر. مصر لم تستطع تفصل ما بين يعني الموقف طبعا التركي، خاصة فيما يتعلق بالانقلاب العسكري في مصر، لذلك تصرفت بشكل لا عقلاني التي تضر مصالحها. اتفاقية بين اليونان ومصر هي طبعا مرفوض من طرف تركيا، ولكن حتى لو قبل هي أصلا يعني ضد مصلحة مصر. لذلك مثلا حتى مصر في هذه الاتفاقية لم تقبل أن يعتبر مياه الجوفية لجزيرة صغيرة جدا، جزيرة ميس، ضمن هذه الاتفاقية، لأن هذه أصلا تقدم لليونان لو قبل فرصة لمساحات أكبر، يعني من خلال جزيرة تعتبر من بعض الصخور يعني. فلذلك تركيا منذ بداية الأزمة تطلب من كل الدول الموجودة في المنطقة بما فيها مثلا لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل ومصر أن يكون هناك يعني موقف مشترك لتقاسم هذه المناطق، بينما مصر طبعا مع الأسف انجرب يعني خلف اليونان التي أصلا يونان خارج هذه المنطقة. يونان يمكن يتحدث بهم يمكن على بحر يعني إيجيا، ولكن ليس على البحر المتوسط. من مجريات الأحداث دكتور برهان كوروغلو أيضا من كلامك أنه الحوار قد لا يكون هو السبيل للتوصل إلى اتفاق، واكتشاف الغاز الشرقي المتوسط منذ 2006 ونحن الآن في 2020. ما هي الجهة التي ستقبلها تركيا لتحكيم دولي، خاصة كما ذكر الأساتذة ضيوفنا في الحلقة بأنه تركيا ليست موقعة على قانون البحار، فهل هي المحكمة الدولية؟ يعني أولا طبعا أكيد يعني مثل ما يعني قال ضيفك من الدوحة أنه هذا الحوار مهم جدا، لأنه كلنا نعرف أنه هناك شواطئ واسعة كبيرة جدا لتركيا، لا يمكن أن تركيا تقبل يعني من خلال بعض الجزر، حتى هناك الكثير من الجزر فيها خلاف مثل ما قيل قبل قليل. أنا أعتذر منك، ولكن أريد جواب مباشر على السؤال. نعم، إبراهيم طالن المتحدث باسم رئاسة تركيا قال لن نسمح بحصر تركيا في منطقة ضيقة من البحر المتوسط، فواضح الموقف التركي، ولكن بما أنه الحوار متعثر، المفاوضات تعثرت، ولا تلبية لدعوة الرئيس التركي حيال اجتماع يضم كل هذه البلدان، ما الجهة التي تقبل بها تركيا وبأي شروط؟ يعني طبعا أولا تركيا تعتبر هذه الموضوع يتعلق بالسياسة، سيادة الوطنية، لذلك لا يمكن أن تتنازل عن حقوقها بغض النظر إن كان هناك جهات دولية أو لا. ليس تركيا لم تقبل بهذه القانون 1983، وهناك يجب أن تتم هذا الأمر من خلال الحوار بين اليونان وتركيا، إلا فتركيا طبعا ستأخذ حقوقها وحقوق قبرص الشمالي مثلا. هناك كذلك ثنائية في الأمم في الاتحاد الأوروبي لا يقبلون بحقوق قبرص الأتراك. نعم. أعتذر المقاطعة دكتور برهان، في النهاية يضع يدها وقدمها على يعني المنطقة، ولا يمكن تتراجع به هذه الحوار الحقوق. اليوناني التركي دكتور عارف، يعني يبدو أن الحوار لازم على البلدين، كما تحدث حضرتك أنه طبيعي اليونان تلجأ للاتحاد الأوروبي، دولة ضمن هذا الاتحاد، ولكن هناك توجهين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا تريد الحوار وتدفع من أجله وتدخل وساطة، فيما يعتبر البعض أن موقف أثينا الأخير والتصعيد والتملص من الحوار وبدفع فرنسي والتي هي أيضا عضو في الاتحاد الأوروبي،
فأين أثينا من الجهتين؟ أولا يجب أن نأخذ هنا يعني بعين الاعتبار الخارطة السياسية داخل اليونان. اليونان بلد صغيرة وتتأثر بشكل كبير من قوى خارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، اللوبي الإسرائيلي الصاعد، والآن دخل بقى يعني حلف عربي يؤثر بالسياسة اليونانية الخارجية أو يدعمها على الأقل حتى بسبب أو غير سبب، وهذا ما أريد أن أوضحه لزميلي من تركيا. فهذا شيء يعني طبيعي أن تكون هناك تقلبات في الموقف اليوناني فيما يخص العلاقات التركية اليونانية، ولكن اليونان بلد مسالم وبلد يريد المفاوضات ويريد الحوار. وأؤكد لزميلي بأن اليونان هي أول بلد أوروبي أدانت الانقلاب عام 2016، أول بلد أوروبي ولم تنتظر عندما تنحسب نتيجة الانقلاب. أنا أعتذر دكتور عارف، ولكن يعني باقي لنا من الوقت دقائق قليلة. اليونان تريد الحوار، ولكن أيضا اليوم جاءنا هذا الخبر بأن طائرات رافال الفرنسية العسكرية هبطت في قاعدة جوية في قبرص وستبدأ بالدوريات الأمنية شرق المتوسط وفق تعاون عسكري بين أثينا واليونان. يعني هناك ملمح لعسكرة الموضوع وترحيل، أو دعني أقول بأنه صراع آخر بين تركيا وفرنسا، واليونان هذه المرة هي الواجهة. أولا ذكرتم بأن الطائرات الفرنسية حلقت في الأجواء القبرصية، وقبرص هي دولة يعني مستقلة ومعترف فيها ودولة تتمتع بكاملة العضوية في الاتحاد الأوروبي، إذا اليونان ليس لها علاقة في هذا الموضوع. صحيح، ولكن صحيح، ولكنه لا نستطيع أن ننكر أنه يأتي في نفس سياق كل هذه الأحداث ومرتبط ببعضه البعض. دكتور عارف، سيدتي الكريمة، اليونان يعني في موقف صعب بكل صراحة، يعني نظرا للأزمة الاقتصادية ولظروف كثيرة يعني، ولكن ومع ذلك الحل الوحيد، وأنا يعني أعرف اليونان بشكل جيد وأعيش في هذا البلد منذ 30 عام، لا تريد اليونان خسارة يعني حقوقها السيادية حسب القانون الدولي. والسر صدقيني السر الوحيد يعني لهذه الأزمة بين تركيا واليونان هي جزيرة صغيرة، جزيرة كاستلروزا التي تحسم مصير منطقة الشرق المتوسط. هذه الجزيرة تستطيع الوصول إليها من تركيا بالسباحة، وتحاول اليونان الحصول على منطقة اقتصادية خاصة بها وتحاول يعني تحجيم متطلباتها، وهذا شيء طبيعي. وصلت الفكرة. أستاذ إبراهيم فريحات، هل نستطيع عزل هذا التوتر الجديد عن كل الملفات التي تجري في المنطقة بنفس الأطراف الموجودة في أكثر من مكان، في ليبيا، في سوريا، وفي ليبيا دعنا نحدد، والآن في شرق المتوسط بين أنقرة وأثينا؟ الإجابة هي بالتأكيد لا، بالعكس تماما. أعتقد ما يحدث الآن من هذه الأزمة هي نتيجة وليست سبب للتطورات السياسية التي يشهدها شرق المتوسط. فكما ذكرنا في البداية، ترسيم الحدود ما بين مصر واليونان هو جاء ردا على ترسيم الحدود ما بين تركيا وليبيا، والطائرات الفرنسية التي ذكرتيها هي بكل تأكيد يعني رد فرنسي على عدم الرضا الفرنسي من الموقف التركي في ليبيا وهكذا. وأصلا يعني بنفس الوقت الموقف المصري الذي كان يرفض دائما ترسيم الحدود حتى لا يكون جزء من هذا الصراع، نراه يدخل على هذه المعادلة ويحسم موقفه في هذا الاتجاه. ويبدو بأن اليونان قد رأت بأن هناك مناخا سياسيا يتشكل في المنطقة ضد تركيا، من يتألف من مصر وإسرائيل و قبرص وفرنسا، ولذلك ربما رأت بأن هناك فرصة لحسم مواقف لصالحها. ولكن أنا باعتقادي إذا كان هذا هو التفكير اليوناني هذا شيء خاطئ، لأن الحل الوحيد كما ذكرنا هو في الحوار ما بين تركيا واليونان. من القادر على إجراء هذا الحوار، إشراف عليه؟ أنقرة اعتبرت أن ألمانيا وسيط مناسب، اعتبرتها حيادية تجاه هذا الأمر، ولكن يعني من ما يبدو الأمر بأنه لم تنجح كثيرا برلين في ضبط الإيقاع تجاه الحوار. من القادر؟ وهذا هو كان سبب استغراب، على اعتبار أن ألمانيا في الحقيقة هي أكثر طرف مؤهل إلى الخوض مثل هذه الوساطة والحوار بين اليونان، على اعتبار أن ألمانيا دولة ذات استراتيجية ودولة ذات تأثير مهم في المنطقة وبالاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب أعتقد كان من الأفضل أن يتم إعطاء الحوار فرصة مع ألمانيا قبل أن يتم التصعيد بهذا
الذي نراه بهذا الصراع يعني يتشكل كل يوم. نعم. فصحيح أن لا نرى أن هناك حرب، ولكن يعني يجب أن نتذكر بأن الحروب هي لا تبدأ بقرار سياسي، ولكن أحيانا تتطور من الميدان وتفرض نفسها على القرارات السياسية. الإجابة لا يوجد بديل فقط حالي عن ألمانيا، هناك أطراف دولية أخرى مثل الأمم المتحدة وإلى آخره، ولكن باعتقادي من الأفضل العودة إلى ألمانيا وتمديد أشكرك الحوار جزيل الشكر. للأسف الوقت داهمنا، أشكرك من الدوحة إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة، من اسطنبول الدكتور برهان كوروغلو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بن خلدون، وأيضا من أثينا الدكتور عارف عبيد أستاذ العلوم السياسية لدى جامعة البانتيو في أثينا. أيضا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا لحسن متابعتكم، غدا خبر بقية لموضوع آخر.